بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم خط الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. خلوني في البدايه احكي لكم حكايه بسيطه لكن مليانه عبر وحكم. حكايه واحد ركب قطر، واول ما دخل فضل يتخانق مع اللي حواليه علشان يقعد على كرسي معين، بيتخانق مع اللي جنبه عشان يقعد جنب الشباك، وعمال يشتم في ده ويظلم في ده ويهين في ده، والناس تبص له من بعيد تقول له منه لله. واول ما محطته جت نزل بسرعه، نزل بس ساب وراه ناس كرهاه وناس بتدعي عليه وناس عمرها ما هتسامحه، ناس بتقول يلا احسن انه نزل وارتحنا من وشه وشره. اهو كلنا في الحياه اعزائي المستمعين راكبين قطر، كل واحد ليه محطه، ومهما طالت رحلتنا لازم نوصل لمحطتنا. علشان كده خلي رحلتك حلوة، ما تظلمش، ما تجرحش، ما تقساش، ما تكرهش، علشان لما تنزل الكل يفتكرك بالخير. ويمكن دعوة حلوة من حد بيحبك تدخلك الجنة، وممكن دعوة من حد ظلمته تدخلك النار. اتقي الله في رحلتك عشان تلاقي جنتك. تعالوا بقى نطلع لفاصل ونرجع نواصل خط الخير على راديو مصر، معاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي. أقول أحد الحكماء خمسة فارقهم ولا تندم عليهم: الأول من ترصد غلطك، والثاني من استرخص قيمتك، والثالث من هانت عليه عشرتك، والرابع من تركك وقت شدتك، والخامس من استكثر عليك سعادتك. تعالوا بقى ناخد أول مكالمة تليفونية جت لنا النهاردة. انا اسمي عطيات صابر عبد الله، وانا لو بعد اذنك يا استاذ عمرو عاوزك تسمع رسالتي. الله يبارك لك ويحط فيك الخير. زي ما سمعنا المكالمه الاولى من الست عطيات صابر، يا ريت المهندس هشام يتصل بيها لو سمحت. الو، السلام عليكم، اكلم الست عطيات صابر؟ ايوه، مين معايا؟ انا عمرو الليسي من برنامج خط الخير على راديو مصر. اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو، انا مش مصدق نفسي ان انت حضرتك بتكلمني. يلا مالنا وربنا يكرمك ان شاء الله. اهلا بحضرتك ست عطيات، سيادتك كنت كلمتينا واحنا لسه زايعين مكالمتك حالا، تحت امرك عناية الاثنين ليكي، واموريني طلباتك ايه؟ طلباتي اللي هي العملية اللي انا عايز اعملها، يعني عملية المية، وطلباتي طلبة من الله خير كتير يعني سبحانه وتعالى، وهو بيسبب الاسباب يا استاذ عمرو. انا ظروفي يعلم بها ربنا، انا مش عايشة غير على المعاش بتاع اللي هو التكافل وتضامن ده، وحتى لو عملت بحث عني لا ليا تأمين ولا ليا حاجة، أنا والحاج مع بعضين ومعايا أولادي، كنت جايبة خمس أولاد، بنت وأربع صبيان، فيهم اتنين متجوزين حالتهم صعبة يا الله يساعدهم على أولادهم، ومعايا شابين برضو بيشتغلوا وبيوصلوا عشر، وعايشة أنا والراجل والله يعني على معاش اللي هو بتاع كافل وتضامن. والشقة دي إيجار ولا تمليك؟ لا انا قاعده مع ابني ايجار، واخدها ب 1000 جنيه وقاعده عايشه معاه انا، وقاعده مفرجه اللي انا يعني ربنا يديني من عنده حتى قطين كده ولا اي حاجه من عند الله. ده قلبي معاكي والله، وربنا يقويكي. عناية فيهم ميه، فيهم ميه، وكنت عامله واحده في المستشفى اللي هي بتاعه الرمل دي قبل كده، اللي هي العين الشمال يا استاذ عمرو، ورحت عملتها، راحوا عملوا لي عدسه بان معرفش اكبر ولا ايه، فهي راح احطوا لي النضاره اللي هي اتنين في بعضيها دي مضايقاني، وانا ست كبيره برضه. الف سلامه عليك، حاضر عينيا الاثنين، هنعمل لك عمليه الميه البيضاء في عينيك الاثنين، انت عارفه بنعملها الاول في العين الاولى، وبعدها باسبوع بنعمل في العين الثانيه، وان شاء الله هنعملها لك في احسن مستشفى وعند احسن دكتور، وربنا يقومك بالسلامه. وعايز اقول لكم ان احنا مستمرين في اجراء جميع انواع عمليات العيون لجميع مستمعي خط الخير على راديو مصر. نطلع لفاصل ونرجع نواصل، ومعاكم عمرو. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. وللتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. دايما النصيب بيسلم لنصيب، لو ليك نصيب في حاجة هتاخدها رغم استحالة الأسباب، ولو مش نصيبك هتروح منك حتى لو كانت ملكك. بنمشي في طريق طويل بيقرب منك اللي تتمناه، وفي النهاية يطلع مش نصيبك، واللي انت كنت فاكره نصيبك
كان مكتوب له يخلص هنا علشان نجيب نصيب تاني. الحياة عملية معقدة بيحكمها القدر ويستيعبها فوق قدراتك. السهل ممكن يتحول لصعب في لحظة، والمستحيل ممكن يكون سهل في لحظة. مفيش حاجة متأخرة، مفيش حاجة فاتتك حتى لو كنت جريت أسرع. مفيش حد مشي كان مفروض يكمل، والمكتوب له يكمل هيكمل بالشكل والوقت المكتوب ليه. الحياة كلها نصيب. اهدى وبطل تنهج، سلمها لله. هو أحن عليك من أمك ومقدر لك كل شيء بوقته وبطريقته. سلم تسلم. زي ما وعدناكم احنا بنحقق طلباتكم وندخل الفرحة لقلوبكم ولبيوتكم. تعالوا نطمن على عم خيري. فاكرين عم خيري؟ تعالوا نفكركم بيه. السلام عليكم يا دكتور عمرو، أنا اسمي خالد السيد عبد المقصود من الجيزة، أتمنى أنك تسمع رسالتي. زي ما سمعنا عم خيري كان شغال سواق، وبسبب الظروف معرفش يكمل شغله بسبب عينيه مش بيشوف قدامه، وعنده 6 أولاد منهم 3 بنات صبيان وثلاث صبيان، وهو يعني مش قادر يشوف يعني، ودي مشكلة كبيرة جدا. وكان كل هم أنه محتاج يعمل عملية مية بيضة في عينيه الاثنين، والحمد لله احنا عملنا العملية. تعالوا بقى نكلمه نطمن عليه. السلام عليكم يا عم خير، ازيك؟ الله يكرمك يا دكتور عامر، الله يكرمك يا باشا. طمني عليك، عملت العمليه؟ ايوه يا فندم عملتها، ومتشكرين على حضرتك قوي. يعني كله تمام؟ متشكرين يا دكتور عامر، انا بيتي دلوقتي الحمد لله بشوف بعناية، وبشكرك اشكرك مليارات المرات، واشكر الدكتور عامر الاسود. انا ما كنتش بشوف والله، وربنا كرمني بيكم ومستشفى القاهره الدوله كلها باللي فيها، لان ربنا كرمني ما كنتش بشوف، قعدت 6 سنين ما بشوفش. وليك الف شكر، شكر لله اول واخر، وليك ثم الدكتور عامر الاسود. طيب الحمد لله على سلامتك. ربنا يطمن عليك يا عم خيري، والف سلام عليك. ده انت تؤمر يا عم خيري. الله يكرمك يا دكتور عمرو، الله يكرمك يا باشا. احنا مستمرين يا جماعه في اجراء جميع انواع عمليات العيون بدون مقابل لمستمعي راديو مصر برنامج خط الخير. نطلع لفاصل ونرجع نواصل خط الخير على راديو مصر، ومعكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني ببرنامجكم خط الخير على اذاعه راديو مصر، معاكم عمرو الليسي، وبنتكلم على جمعيات الخير، ومن اهمهم جمعيه الاورمان. معانا على التليفون سياده اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. سياده اللواء مساء الخير واهلا بيك، وربنا يكرمكم بكل خير بتعملوه في الاورمان. دكتور عمرو ازي حضرتك؟ وان شاء الله انا بقول ده خط الخير وده نهر الخير، وان شاء الله ارض الخير، وان شاء رب العالمين مصر كلها بخير باذن الله. سياده اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. دار ضيافه الاورمان هي حضن لكل مريض سرطان جاي من الاقاليم والمحافظات في الوجه البحري. ممكن حضرتك تكلمني عن الدور اللي بتقدمه الدار، والمريض بيستضاف فيها مده قد ايه؟ دكتور عمرو، باكد لحضرتك ان دار ضيافه الاورمان دي دار ضيافه كامله، عباره عن عماره حوالي 10 ادوار، فيها حوالي من 25 ل 30 شقه، مجهده تماما لمريض السرطان، وفي نفس الوقت المرافقين. يعني انا مثلا ممكن قوي 57 او معهد قومي الاورام، او حد بيتلقى اي مثلا حاجات، ربنا يشفي كل مريض اذا كان كيماوي اذا كان اشعاعي، كل يومين كل 3 انا بستضيف هذا المريض. المرافق معاه بستضيفه، اضافه فندقيه 100%، واكل شارب نايم بالتحركات كلها مجانا 100%، بناء على جواب من المستشفى معهد قومي الاورام او 57. وبيقعد، احنا بقالنا 25 سنه في هذا الموضوع فعلا، بيقعد لغايه انتهاء الاشعه بتاعته او انتهاء الجرعات بتاعته، ونقول له شكرا جزيلا وهكذا. طبعا دكتور عمرو ده بيؤدي ان فعلا بدل ما يسيب حد ينام هنا ولا ينام هنا، ولا يدور على فندق، ولا يدور على حته يبات فيها، ولا يرجع البلد تاني. والله يعني ما شاء الله دكتور عمرو، هذا الموضوع قد ايه بيبقى له قصاده طيب جدا جدا جدا، والحمد لله ربنا تمم بخير لكل انسان مريض بالشفاء باذن الله. سيادة اللواء ممدوح شعبان، أنا بشكرك جدا، ربنا يكرمكم بالخير بتعملوه ويتقبل منكم، ودايما كده في الخير إن شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل برنامجكم خط الخير على إذاعة راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. في قانون الصداقات كلمة حقك عليا اللي بتتقال في ثانيتين وتطيب الخاطر في وقت الزعل أفضل بكتير من فكرة فلان هسيبه دلوقتي وهبقى أصالحه بعدين. مع القريبين الغاليين في حاجة اسمها حرمة الزعل، وأول قوانينها إنه ما ينفعش فلان يبات زعلان أو قلبه شايل أو دمعته على خده، وما يقدرش على تطيب الخواطر غير القلوب الحنينة النقية اللي بتعرف تعدي الموقف، القلوب اللي بتراعي العشرة ومش بتنسى مواقف الجدعانة الحلوة. طيبوا خواطر بعض، راعوا العشرة، ما تخلوش لحظة زعل تنسيكم إنكم بني أدمين
جواكم محبة وحنان. امسحوا بأستيكة أي لحظة حزن تكونوا أنتوا السبب فيها. الحياة قصيرة، مش مستاهلة خصام وزعل وفراق. المحبة لو دخلت قلوبكم هتسعد حياتكم وترضي نفوسكم وتريح ضميركم، والأهم هيكون ليها أجمل وأعظم الثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا بقى تعالوا ناخد المكالمة التانية اللي جات لنا النهاردة. أنا أم حبيبة، نفسي يا دكتور عمرو يعني تسمع رسالتي وتساعدنا زي ما سمعنا التسجيل. مكالمة من الست أم حبيبة، يا ريت المهندس هشام يكلمها لنا عشان نتواصل معاها ويا رب نقدر نحقق لها أمنيتها. السلام عليكم، أقدر أكلم الست أم حبيبة؟ أيوة أنا أم حبيبة، مين حضرتك؟ أنا عمرو الليسي من برنامج خط الخير على راديو مصر. أستاذ عمرو بنفسه، أهلا وسهلا، أنا مش مصدقة نفسي والله. إزاي حضرتك؟ يا رب تكوني بخير، إحنا لسه سامعين رسالتك حالا وزعينها على الهواء. تمام الحمد لله. وأموريني يا ست أم حبيبة، تحت أمرك، طلباتك إيه ومشكلتك إيه؟ الظروف اللي أنا جوزي عنده عجز في رجله وما بيشتغلش، هو عشان عنده عجز في رجله ما ينفعش يشتغل أي حاجة، فعايزين يعني إيه دكان لقمة عيش كده، أي منظفات ولا حاجة. بياخد معاش كام؟ المعاش 447 بس ما بيكفيناش. ده قلبي معاكي والله، قلبي معاكي. طيب إحنا إيه المشروع اللي ممكن نقدمه لك؟ نفسي في مشروع يعني لقمة عيش كده ناكله منه لقمة عيش، مشروع منظفات ولا حاجة ناكله منه لقمة عيش. طيب بص يا ست أم حبيبة، إن شاء الله أنا هعملك مشروع منظفات تقفي فيه أنت وجوزك إن شاء الله، يكون فتحة خير عليكم يا رب إن شاء الله بإذن الله أنتوا الاثنين. ألف شكر لك يا دكتور عمرو، ربنا يبارك لك يا رب، وأنا مش مصدقة نفسي والله اللي أنت هتحقق له أمنيتي وتعملي المشروع دوت، ألف شكر لك. وعايز أقول للسادة المستمعين إحنا مستمرين في دعم جميع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أرجوكم كل واحد عنده القدرة على عمل وعاوز يشتغل يبعت لنا وإن شاء الله هننول له مشروع صغير يشتغل من خلاله. نطلع لفاصل ونرجع نواصل خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني ببرنامجكم خط الخير على إذاعة راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي، ومعانا على التليفون سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان. سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، الطرف الصناعي ذوي القدرات الخاصة بيعتبر مشروع تنموي، ممكن تشرح لي سلمنا قد إيه وإزاي فعلا بيحول أسرة كاملة فقيرة إلى أسرة عاملة؟ دكتور عمرو بنلتقي تاني تحت سماء الخير، تحت أرض الخير، وعلى خط الخير، وزي ما بقول عليك مصداقيتك هي مصداقية تماما عند كل إنسان بيسمع كلام حضرتك، وما أكبر مصداقية ليك إنك بتحضر بنفسك هذه الحاجات، بتحضر بنفسك التسليم، بتحضر نفسك إذا كان طرف صناعي. أيوة أنا بقول إن الطرف الصناعي ده مشروع تنموي، يعني أنا لو أنا نجار واقف على مثلا على مكنة النجارة دي، عندي قطعة رجل لأي سبب من السوق لأي سبب من الأسباب، بديه الطرف الصناعي بيركب الطرف الصناعي، وعلى فكرة بيبقى على أحدث حاجة في العالم، يعني ممكن أنواع عالمية، مودلر ألماني إيطالي أسباني، التخليفة ممكن من 15-20-25 ألف جنيه. لما بياخد الطرف بيقف تاني على المكنة بتاعته بيشتغل، بيرجع تاني ايد عاملة بينمو بيها، بيقيم أسرة تماما. هنا أنا بقوله فعلا ده عبارة عن مشروع تنموي. الأطراف الصناعية مش عاوز لستك دلوقتي إن احنا بنعملها، يعني وصلنا أكتر من عشرات الآلاف الأطراف الصناعية في كافة المجالات. وحتى فندم أنا لسه حالا دلوقتي من 3 أيام كنت في السجون، في قطاع السجون برضو في بعض السجناء حصل عندهم بتر في القدم او بتر في الايد، بعمل له الطرف الصناعي. احنا يهمنا الانسان المصري على ارض مصر الطيبه ان يعيش حياه كريمه باذن الله. سياده اللواء ممدوح شعبان، انا بشكرك جدا، ربنا يكرمكم بالخير بتعملوه ويتقبل منكم ودايما كده في الخير ان شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل برنامجكم خط الخير على اذاعه راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني ببرنامجكم خط الخير على إذاعة راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. في حكمة جميلة مليانة معاني ومواعظ وعبر ولا تقدر بثمن، حكمة بتلخص الأسلوب اللي مفروض نمارسه في حياتنا والطريقة اللي مفروض نتعامل بها مع نفسنا والآخرين. الحكمة بتقول إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر اصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك كتاب مقدس، لكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. ومعايا النهاردة آية من الإنسانية والخير، بدأت حكايته بعد ما والده وصديقه توفوا بمرض السرطان. كان مع والده في رحلة العلاج 3 سنين
وشاف معاناة صديقه سنة ونص مع مرض السرطان، ومن وقتها قرر أنه يعمل خير لأنه حاسس بمعاناة مرض السرطان. قرر أنه يساهم في الخير، كان عنده محل فاكهة وخضار وبدأ يكتب يافطة على المحل: البيع مجانا لجميع مرضى السرطان. تعالوا نشوف جمعة مختار يحكي لنا عن الخير اللي بيقدمه في مبادرة الخير. أستاذ جمعة أهلا بيك، أنا الحقيقة فخور بيك وفخور بالمبادرة بتاعتك وربنا يكرمك، بجد أنت عامل شيء عظيم وأنا سعيد بيه. أولا البقاء لله أستاذ جمعة في والدك وصاحبك، احكي لي عن معاناتهم مع مرض السرطان. الدوام لله دكتور عمرو، والله والدي كان من 2009 جاله مرض السرطان، قعد معاه حوالي 4 سنين أو 3 سنين. طبعا عانيت معاه جامد في المرض ولف المستشفيات، طبعا هو مرض صعب جدا ومرض لئيم مرض السرطان ده، طبعا تعبوا بيا جدا. قعد معاه 3 سنين وبعد كده توفى والدي. جيت من سنتين صاحبي جاله المرض ده برضو، مرض السرطان جاله المعدة، قعد معاه بتاع سنة ونص المرض، برضو تعبه شخصيا جامد ومصاريفه عالية، وبعد كده توفى صاحبي. طبعا قررت ان انا لازم اعمل اي صدقة على روح والدي وصاحبي ونرجع موضوع المرض. والدك كان بيعاني قد ايه من المرض؟ والله والدي عانى حوالي سنتين وحاجة أو 3 سنين من المرض ده، كان جايله في البروستاتا المرض، صرح في جسمه كله. طبعا تعب جدا جدا، المرض السرطان ده مرض مؤذي جامد وبيعدم الإنسان، بتعبه جامد يعني، وافتقر ربنا يعني بعد 3 سنين. قل لي يا جمعة، الفكرة المبادرة جات لك إزاي وبقالها قد إيه؟ والله فكرة المبادرة دي بعد ما صاحبي توفى حسيت ان الحياه ملهاش قيمه ولا لازمه، ممكن يجي المرض لاي حد، انا شخصيا ممكن يجيني اي حد يجي، لانه جال اعز ناس ليا والدي وصاحبي. فقررت ان لازم اساهم حاجه مع المريض ده، اطلع له فاكهه وخضار بالمجان يعني لمريض السرطان. يعني زي ما انت فاكر طبعا دكتور، من الانسان منا نقل حياه في الدنيا بسيطه وكله هيخلص، سواء ماديا او ايا كان وضعه في الحياه، كله هيخلص في الاخر. على الأقل دي شيء بسيط الواحد ينسان يقدمه للمريض السرطان يعني. جمعة، أنت كتبت على اليافطة بتاعت المحل بتاعك إيه؟ كتبت عليها: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ولجميع مرضى السرطان البيع مجانا. طب قول لي جمعة، أنت قدرت تساعد كم حالة لغاية دلوقتي؟ والله جات حالات كتيرة يعني، بفضل الله الحمد لله جات ناس كتيرة الحمد لله، وأي كشف والناس اللي بتجيني الحمد لله، أي حد يجيني في اليوم ياخد مني الحاجه بتاعته، ربنا يزيد في رزقي يعني الحمد لله، وفي ماله وعلى اولادي يبان عليا يعني الحمد لله. احكي لي يا جمعه عن رد فعل الناس لما عملت المبادره، هل حد كلمك عايز يعمل مبادره زيك؟ والله في ناس كلمتني، ناس جنبي في الشارع عايزين يعملوا زيي، فانا ما عنديش اعتراض لاي حد يعمل، ده انا بالعكس، لان نفسي اي حد يقف معايا نعمل المبادره دي، حتى لو نعمل صفحة على الفيسبوك ولا أي حاجة، وحد يعني يقف معايا نعمل بدل للشباب دي اللي هي مثلا بتشرب، يقف معانا لله، من الحاجة دي أحسن من أي شيء في الدنيا. طب قول لي مكونات الوجبة إيه اللي بتقدموها يا جماعة؟ والله الوجبة دي إن أنا بقدم دكتور الفاكهة مثلا من كل حاجة كيلو، خضار من كل حاجة كيلو، مثلا تفاح مانجا موز النوع الفاكهة الموجود بقدم له من كل حاجة كيلو، والخضار هكذا برضه من كل حاجه كده. النصيحه يا جمعه اللي تحب توجهها لكل صاحب محل فاكهه وخضار زيك ولكل الشباب اللي حابه تعمل خير؟ النصيحه لاي حد فاتح محل ابشره بشره حلوه، ان اللي بيعمل خير ربنا يجازيه خير، واللي بيطلع حاجه من ماله ربنا برضه ما بينساهش دايما سبحان الله، ربنا بيزيده. انصح اي حد صاحب محل، صاحب مشروع، صاحب اي شيء، ينفق من ماله للايتام وللمرضى ولكل شيء، وربك ما ينساش حد يعني. جمعة، أنا بهنيك على الخير اللي بتعمله، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويرحم والدك وصاحبك ويجمعنا معهم على خير إن شاء الله. شكرا جدا دكتور عمرو. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني برنامجكم خط الخير على إذاعة راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. حاول دايما تسأل نفسك السؤال ده: أعمل إيه علشان يبقى عندي حماس لعمل الخير؟ وشوف نفسك هترد على السؤال ده إزاي. شوف جواك هيقول لك ايه، شوف هيقول لك انت كسلان تساعد انسان ولا بتدور على المحتاج في كل مكان، انت فاقد الرغبه ولا متحمس وعندك القدره، انت عاوز ربنا يحبك ولا شايف ان الدنيا كل همك،
انت حاسس انك اناني ولا بتحب تعمل اي عمل انساني، ولازم تعرف ان اجمل خير لما تلاقي نفسك بتخدم الناس وتقضي حوائجهم عشان تسعد قلوبهم. اجمل خير هو اللي بيكون فيه رحمة وكرم وعطاء بسخاء. كونوا من اهل الخير، هتلاقوه في كل مكان. ودلوقتي بقى تعالوا نطمئن على حالة محمد نصر. محمد نصر كان عنده 35 سنة وهو صغير اتعرف على أصحاب السوق وبقى مدمن مخدرات. كان حلم حياته إنه يتعالج من الإدمان ويبدأ حياة جديدة، خصوصا إنه كان متجوز. تعالوا بقى نطمن عليه. محمد إزيك؟ إزي حضرتك؟ إزي عمرك؟ أخبارك إيه؟ طمني عليك يا محمد. والله أنا بشكر ربنا الأول وبشكر حضرتك وبشكر البرنامج عندكم، هو ساعدني في المشكلة اللي عندي دي وما خدش مني مقابل. الحمد لله النهارده بقت صحتي احسن من الاول، النهارده عندي وعي جامد قوي، محافظ على نفسي على قد ما بقدر. هل قدرت يا محمد تقتلع هذا الموضوع من جواك؟ انا معايا دلوقتي شغال خطوات، والله يا استاذ عمرو 12 خطوه بشتغل كل خطوه بتحاول تنظف محمد شويه من اتجاه الادمان، بتحاول تجدد له حياته، والحمد لله ناجح. هو بقى لي سنة وشهرين ما بشربش حاجة الحمد لله، حافظ على نفسي وبقيت أحسن من الأول يعني بكتير. أقدر أقول إنك أنت انتصرت على الإدمان؟ فرق معايا النهاردة إن أنا بقيت يعني كويس من غير مخدرات الحمد لله، مش ناقصني حاجة، أنا كده مبسوط وعايش كويس، لأن أنا كنت المخدرات كانت مدمرة حياتي، عاملة لي مشاكل كتير جدا. النهاردة الحمد لله أنا بقيت أحب نفسي وبقيت أهتم بنفسي وبيتي محمد أنا سعيد جدا بتجربتك وفخور بيك وفخور أنك أنت قدرت تقدم درس لكل واحد فاكر أنه هو مستحيل يقدر يتعالج من هذا الهم العظيم اللي هو اسمه الإدمان. بشكرك دكتور عمرو كتير قوي، وبقول لحضرتك ربنا كده ينول لك اللي في بالك على المساعدة اللي أنت ساعدتها لي، وكبير جدا جدا. أنا بحييك وبقول لك برافو عليك وربنا يوفقك دايما ويحفظك، ومنتظر اسمع عنك كل خير، ومنتظر انك انت كمان تكون ليدر وقائد لناس كتير محتاجين يسمعوا خبرتك وتجربتك عشان يستفيدوا منك ويبطلوا ادمان ان شاء الله. شكرا يا محمد وربنا يكرمك دايما واسمع عنك كل خير. حلقتنا النهارده خلصت. في عبادات كتير موجوده في حياتنا يمكن كتير مش بيحسوا بيها، مثلا عباده الرضا. الرضا بما قسمه الله لك ايا كان، لانه الانسب ليك في كل الاحوال. وعبادة جبر الخواطر، ودي عبادة سهلة من كلمتين حلوين تكسب بيهم قلوب الناس. وعبادة قضاء حوائج الناس، ودي عبادة تيجي لغاية عندنا. وعبادة الكلمة الطيبة اللي بتعتبر صدقة وبتشهد عليك يوم الحساب. وعبادة التفاؤل والأمل بالله. وعبادة تبسمك في وجه أخيك لأنه بيعتبر صدقة. وعبادة الإمهال والصبر، إنك تمهل وتصبر وتعطي المخطئ فرصة أخرى. وعبادة التغافل وهي إنك ما تدققش كتير في عيوب غيرك، لأنه من عاب شيئا على أحد وقع فيه وأصابه نفس العيب. عبادات كتير حوالينا جوانا بنمارسها من غير ما نحس، لكن ثوابها عظيم عند الله. ربنا يكرمني أنا وأنتم بكل عبادة تقربنا من ربنا يكرمني أنا وأنتم بكل عبادة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. واشوفكم على خير وصحة وستر. كان معكم عمرو الليسي في خط الخير على راديو مصر. سلام عليكم.